ما بدنا لك مرحبا عبر موقع خبر عاجل. اهلا وسهلا فيك مجددا في لبنان وفي منطقه صوفر. خبرينا اليوم شو عم تعملي هون وشو عم تصوري مع مين عم تصوري؟ قاعد اصور اغنيه لقول لهم ومع صديقي واخويا زياد صوري، وان شاء الله الكليب يكسر رحمة. بدنا لك نحن انبسطنا لك كثير بالحفلات اللي شفناها، وخاصة اخر حفلة بأربيل كانت رائعة جدا. خبرينا هيك عن الجولة اللي عملتيها. والله شوف، انا عملت حفلتين بالدوحة، كانت حفلة بالعيد الوطني بقطر، وكانت حفلة بحفلات يسمونها تراثية بسوق واقف، وكانت جلسات يعني خليجية كلش حلوة، وكان اقبال جماهيري الحمد لله كان رائع. مش مني كلام، من الصحافة. الصحافة والجمهور طبعا. الجمهور طبعا، والحمد لله بس هذا الشيء سويته، وإن شاء الله أكو حفلات بأوروبا بس لحين ما وقعنا العقد لهسه. نعم، قد ايه متحمسة إنك تفوتي بمجال التمثيل؟ ونحن من أثبت ومن برهن إنك كنت شاطرة كتير، وخاصة لما عملتي كليب، أول كليب خلصنا كنا منقول هيك، والصحافة والجمهور بقول هيك. قد ايه متحمسة لهالتجربة هاي؟ وين التصوير حيكون؟ شوف، أنا متحمسة لأنه خلصنا، كانت هي مثل الباب أوكي، ودخلت هو للتمثيل. وأكيد رندلة ساعدتني بهالموضوع، لأن رندلة ما تنسى قبل ما هي تكون مخرجة ممثلة، وهي ساعدتني بهذا الشيء هواية. ومتحمسة جدا فوق ما تتخيل، متحمسة ومتفائلة جدا إن شاء الله، وإن شاء الله عمل رح يعجب الناس أكيد. إحنا بالنهاية مش لأنه أنا موجودة بيه يعني. نحن بالنهاية مش حنطول عليك، حنقول انه في مفاجأة بعد شي جمعة هيك حنحكي عنها، هيدي سر بيني وبيني. بعدين بنحكي عنها بنوعة الجمهور اذا ان شاء الله زبطت نحكي عنها. بدي مني كلمة اخيرة على موقع خبر عاجل لكل اللي عم يتابعوك، ودائما مستمرين بالمتابعة على موقع خبر عاجل. شكرا لخبر عاجل، شكرا لك يا زكي، وشكرا لكل الفانز. هذا بيك عم يدير. شكرا لكل الفانز اللي على موقع خبر عاجل. تحياتي لهم. باي باي. موفى، شكرا.